قدم حضرتين او اشتغلناش يعني. برجع تاني اقول لحضرتك ان انا هنا مهم عندي ان انا اخلي بالي من موضوع السنتر تاب ده. السنتر تاب هنا معناه ان الجهد الموجود مع حضرتك هيبقى عندي، بدل ما هم ملف سكندري واحد هيبقى عندي اتنين. يعني ايه؟ ده عامل زي المقاومه المتغيره بالظبط كده. يعني الحته ده اللي السلايدر ده كده اللي هي النقطه دي كده، ممكن اطلعها فوق فاخد جزء صغير من الملف الثانوي، او انزلها تحت فاخد ايه جزء كبير. لو هي في النص بالظبط بسموها سنتر تاب. يعني ايه؟ بقسم الملف الثانوي الى جزئين بالتساوي. يعني ممكن اشغل الملف الابتدائي ده على جزء اللي هو الجزء اللي فوق، واشغل برضو الابتدائي ده مع الجزء اللي تحت. طب حضرتك عايز 3 و3 من 10، احسب بقى النسب موجوده معايا. انت عايز كام يا عم؟ انا داخلي مثلا 220 هنا، وعايز 3 و3 من 10، هات لي بقى قول لي والله انا هاخد هنا 100 لفه ومش عارف هنا 20 لفه، يديك مثلا 3 و3 من 10. طيب لو خليتهم 50، لا انا هديك 5 فولت ساعتها. يبقى انا هنا الغرض هنا ان اشتغل على اكتر من فولت، يبقى 3 و3 من 10 وهنا 5 وايه؟ 5 فولت مثلا، او 6 فولت او 10 فولت على حسب القيمه اللي حضرتك ايه عايزها. يبقى انت في الديزاين بتاع حضرتك وانت بتصمم الدائره دي هتختار عدد لفات الملف الابتدائي بما يناسب الجهد اللي حضرتك عايزه، وتجيبه من نوع سنتر تاب. سنتر تاب يعني ايه؟ تقدر تحركه شمال ويمين او فوق وتحت، بحيث ان انت ايه تختار الجهد، او يبقى الجهد اكنك بتعمل سكندري فولتج متغير، فزي المقاومه المتغيره كده، عامل زي باور سبلاي. حضرتك تقدر تعمل سيليكشن لقيم جهد مختلفه عليه. طيب الغرض هنا بقى منه ان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا هاخد الجهود ديت الموجود معاه، هاخد نص الموجه الاول او في سكندري على اثنين اهو. ليه بقى؟ على اثنين، ما قلتش على ثلاثه ليه او على خمسه ليه؟ لان هنا سميته سنتر تاب في النص بالظبط. لكن ممكن التابنج ده يحصل ايه زي ما قلت لك، زي سلايدر كده بتطلعه ايه وتنزله على حسب قيمه الجهد الموجود معاه. طيب ده هيوصلنا لايه حضرتك؟ هيوصلنا ان السنتر تاب ممكن يستخدم تو دايودز، وهنا هيشتغل بقى ايه؟ واحد منهم هيشتغل في ربع في نص الموجه الاول، والثاني هيشتغل في نص الايه؟ في نص الموجه الثاني، او لو حضرتك حبيت تعكس الايه؟ الجهد الموجود مع حضرتك عشان تروح على اللود او الار ال دي اللي هو الحمل زي التليفون او التلفزيون او اي حاجه انت شغال بيها، يقدر توصل الى قيمه الجهد اللي حضرتك ايه؟ اللي حضرتك عايزه. الملاحظه هنا طبعا ده هنا انا باخد لحضرتك اهو جزء هنا شكل الداير هيبقى شغال ازاي، مين هيشتغل معاك في الربع في النص الاول، ومين هيشتغل في النص الثاني موجود معايا. وبالتالي دي الاتجاهات بتاع التيار، واحد هنا هيشتغل في الجزء الاولاني والثاني ايه الاخضر اللي قدام حضرتك ده هيشتغل في الايه؟ في الجزء الثاني. وبالتالي هنا بيحصل توحيد موج كامل، يعني بيوحد الموجه كلها، خد الموجه وخد الايه؟ السالب الموجود مع حضرتك عشان يطلع شكل الموجه الموجوده مع حضرتك تبقى بهذا الشكل. الفي بيك على الاثنين ناقص الايه؟ ناقص 7 من 10 ما تنساش، اللي هي 7 من 10 بتاع الايه؟ الدايود الموجود مع حضرتك. عندي سؤال هنا مهم، يا ترى الفريكوانسي بتاع الفول ويف والهاف ويف اخبارهم ايه؟ دلوقتي خدنا الفول ويف وخدنا الهاف ويف، يا ترى التردد في الهاف ويف اتغير؟ حد يقدر يجاوبني من الناس؟ الناس سامعانا؟ واحنا سامعين بس مش انا مش حاسس السعر كويس، ف سؤال تاني، بس سعر سؤال تاني، احنا خدنا الوقت حضرات الهاف ويف والفول ويف صح؟ عايز اعرف التردد بتاع الاف بتاع الفول ويف الهاف ويف، وعايز التردد بتاع الفول ويف بالنسبه للاثنين دول، بالنسبه للتردد بتاع المصدر الاف اس اللي هو الاف سورس. ده سؤال احنا كلنا هنبقى ملمين يعني ايه فول ويف وهاف ويف، وخدنا الكلام ده قبل كده، بس السؤال التكنيكال، لان يعني زي ما حضراتكم عارفين وحضراتكم ادرى مني ان بعض الشركات دلوقتي لما تيجي تعمل انترفيو ما تدخلكش على التكنيكال انترفيو على طول، يقول لك لا ده في حاجه اسمها انترنس اكزام. الانترنس اكزام ده بيبقى في اسئله عامه في تفاصيل بسيطه بتقول لك البيزكس، انت فاهم البيزكس بتاع الالكترونكس او بتاع الاتصالات ولا لا. لو احنا بنتكلم هنا على التردد بتاع المصدر وليكن 100 100 هرتز هنفترض يعني، او 50 هرتز ايا كان الرقم، انا بقول لحضرتك لو اشتغلنا بدايره فول هاف ويف التردد هيبقى كام، ولو اشتغلنا بدايره فول ويف التردد هيبقى كام؟ محتاج رد من حضراتكم لو سمحتوا، ولو حد عنده فكره يقدر يقولها. هو انا عايز تقريبا بس ممكن يبقى معانا كذا عشان مثال. يعني ايه ما ندخلش في موضوع الاحراج ونختار فلان او علان من الناس، يعني عشان الناس تبقى مصحصحه معانا. كان في حد من الزملاء عايز يجاوب دلوقتي او يقول لنا حاجه؟
احنا المفروض على جاز، على جزر اتنين ولا انا غلطان؟ غلطان. ماشي طيب، حد عنده إجابة تانية حضرات؟ حد عنده إجابة تانية؟ انا عايز دلوقتي زي ما قلت الناس معانا، يعني عايز في تجاوب اكتر من كده حضرات شويه. النهارده المحاضره طويله شويه بس محتاجين نتجاوب مع بعض اكتر شويه. طيب طب الناس معاني؟ طيب عشان اجاوب على السؤال. سامعين حضرتك يا دكتور؟ طيب سامعينك يا دكتور. طيب تمام، انا هنا هجاوب مع حضرتك اهو وهرسم مع حضرتك الرسمه، ورجاء الحاجات دي مش عشان الامتحان بس، لا ده انا محتاج حضرتك تبقى فاهمها انت كراجل بتاع اتصالات. الهاف ويف احنا اتفقنا ان هو يطلع النص الموجب بس، طبعا الناس اعذرني في الرسم شويه عشان انا ايه يعني انا بشتغل بالماوس، فده الهاف ويف بتاعي صح؟ الموجه بتاع حضرتك كانت بتنتهي هنا كده، بس احنا طلعنا الجزء ده ايه صفر عشان هو احنا شغالين فول ويف. الموجة الأساسية أرسمها تحتها أهي كانت بالشكل كده. خلي بالك بقى، هي الموجة هنا في فترة زمنية اسمها تي أهي، يبقى ده اسمه الزمن الدوري اللي هو التردد الموجود مع حضرتك. الزمن الدوري هو نفس الزمن الدوري بتاع الموجة بتاع السورس اللي هي تحت دي الساين ويف الكاملة. وبالتالي في حالة الهاف ويف الموجود مع حضرتك الموجة هنا لم تتكرر إلا مرة واحدة اللي هي النص الأولاني ده، والموجه هنا برضو ما اتكررتش لان ده جزء موجب وده سالب، ما اتكررتش ده هي موجه مسالب مختلف، هتبدا تتكرر بقى في الفتره اللي جايه دي كده. فالتردد الموجود مع حضرتك هنا الاف اللي هو بيساوي 1 على 2. فهتلاحظ هنا في حاله وده معلومه اساسيه في الفرق ما بين الفول ويف والهاف ويف، بعيدا عن الشكل وده بيعدل النص الموجب وده ما بيعديش النص السالب والتاني بيعدل الاثنين مع بعض، التردد هنا مهم. وانت راجل بتاع اتصالات لازم انت بتلعب كل شغلك ترددات، يعني اغير السيجنال او الكارير الموجود مع حضرتك عشان اغير مين؟ اغير تردد، عشان اغير السيجنال او الكارير بتاعي عشان ابعت اشاره بشكل مختلف بعيد عن الايه مدى الترددات اللي موجوده عند حضرتك. فهنا في حاله اللي عايز اقوله لحضرتك ان في حاله الهاف ويف ريكتفاير السيجنال بتاعت ترددها اف اللي هي الساين ويف العاديه اللي داخله من الداخل اهو زي ده كده تمام، هنا هيتلاحظ ان عند نص الموجه بس ولم تتكرر اشاره في النص الثاني من الموجه، فاصبح التردد بتاع زي ما هو اف، فيظل التردد ثابت. عشان كده السؤال اللي بيتسال يقول لك يا ترى هو انا في الهاف ويف ريكتفاير بغير التردد ولا لا؟ لا، التردد بيظل ثابت. لو احنا بقى راجعنا للفول ويف الموجود مع حضرتك، لو احنا بنتكلم على الفول ويف اللي احنا بنتكلم عليه، الفول ويف بقى يعمل ايه؟ تعالى ناخد الرسمه كده اهو، هرسم الساين ويف الاولانيه الموجوده مع حضرتك وليكن دي الموجه الموجوده مع حضرتك اهي، هرسم التردد الثاني بقى بتاع الخارج الايه الفول ويف موجتين بقى. ايه اللي حصل دلوقتي؟ التردد الموجود مع حضرتك بتاع السبلاي اف او تي، خلينا نقول اف. طب هنا الموجه اتكررت كام مره حضرتك؟ هنا الموجه اتكررت كام مره؟ مره واحده ولا اثنين؟ مرتين، مرتين فالزمن يا فندم، الضاعف فهينقص مرتين النص. بالظبط كده. الموجه الوقت نفس الموجه نفس الشكل، خلي بالك عشان كده هو ايه الفرق ان الفوق ديت ما تكررش الا مره واحده لانها فيها جزء موجه بجزء سالب مش زي بعض صح، لكن تحت هنا اتكررت الموجه بشكل بنفس الشكل الموجود معاك مرتين، فاصبح التردد الموجود مع حضرتك بكام؟ 2 اف. يعني الموجه هنا زمن الموجه الموجود مع حضرتك ما عادش تي، بقى نص تي، وبالتالي التردد بتاعها مع حضرتك ايه بقى؟ بقى هنا 2 اف موجود معاك. عشان كده اقول لك ايه من الملاحظات الموجوده مع حضرتك هنا اللي احنا بنتكلم عليها اهي، يقول لك في حالة الفول ويف الموجود مع حضرتك، طبعا هنا مهم قوي ان في حالة السنتر تايم، طبعا احنا قلنا الجهد الموجود مع حضرتك هنا الجهد هيساوي كام على حسب عدد السنتر تايم الموجود مع حضرتك وبعد 7 من 10. مهم قوي ان حضرتك عايز بس تسيب المثال ده ونروح للحتة اللي بتكلم عليها، مش عارف انا سبتها قدام ولا لا، انا كنت قايلها هنا انا كاتبها لكم يعني في المعلومات الموجوده مع حضرتك ان هنا التردد لازم يختلف بيبقى 2.
ده كلها طبعا اللي هنا رحنا للبريدج بقى، بس انا عايز اوصل بس للمعلومه بتاع اهو، احنا بنتكلم على هو التردد هيتضاعف، انا بس عايز اجيبها لكم عشان حضرتك تبقى مركز فيها وتاخدها كمعلومه موجوده مع حضرتك. انا اسف، واضح ان احنا عديناها قدام شويه. انا اسف، كانت مكتوبه من الاول خالص. بص حضرتك الفريكوانسي هنا توايس، مين توايس الانبوت فريكوانسي بتاع، انا في الهاف ويف الفريكوانسي بتاع حضرتك بكام؟ بالضعف. وده في زي ما قلت لحضرتك لان الموجه في نفس الزمن الموجود معايا اتضاعفت مرتين، فاصبح التردد هنا الفرق ما بين الهاف ويف والفول ويف ريكتفاير ان التردد هنا ايه بالضاعف بمقدار 2 موجود معايا، لكن في الهاف ويف زي ما احنا الفول ويف بيبقى ضعف، لكن في الهاف ويف الموجود معايا بيبقى التردد ايه؟ تردد زي تردد المصدر الموجود معايا. طبعا ده السنتر تاب اللي احنا بنتكلم عليه زي ما قلت لحضرتك، وبقى الجهد الموجود مع حضرتك هنا 1 هاف التوتال ايه سكندري فولتج، لانه بتقسم على الجهد بتقسم على 2. اخيرا بدي لحضرتك مثالين كده على الكلام ده والفرق ما بين الفولتج اللي هو سكندري والبرايمري في المثال الموجود قدام ايه قدام حضرتك ده. انا مدي لحضرتك هنا الراجل سنتر تاب، ومديك دايف هنا يبقى الجهد الموجود معاه، طبعا ما بشتغلش على 100، هشتغل على ال 50 فولت بس، يبقى القيمه ال 50 فولت، يبقى الجهد الموجود مع حضرتك يبقى اقل من ال 50 بمقدار كام؟ بمقدار 7 من 10. بس غيرك عشان سنتر تاب هنا بشتغل على 25 و25، يبقى بتكلم على 24 ايه و3 من 10 بالنسبه للمهدين الموجودين مع حضرتك اهوت. لو بتكلم على الجهد ككل واحد بس يبقى هو بيتكلم على 49 و3 من 10 او 24 ايه و3 من 10 بالنسبه لكل ايه سنتر تاب فيهم. من هنا بقى البريدج، طبعا شكل الفولت الموجود معاك بدل ما كنا بنشتغل اثنين دايود ممكن نشتغل بالبريدج، وده اشهر انواع الايه الفول ويف ريكتفاير الموجود مع حضرتك، بحيث انت على كل اثنين دايو تقدر تمرر نص الموجه الاول او نص الموجه الايه الثاني، وده الاكثر شيوعا في استخدام زي ما قلت لحضراتكم. ان شاء الله هنكمل مع بعض المحاضره الجايه في الجزء اللي هو بتاع، طبعا دول مثالين برضو عايز حضرتك تبص عليهم، هنتكلم على الباور سبلاي وان شاء الله نبدا في المنهج بتاعنا اللي هو البي جي تي. هسيب لحضراتكم المحاضره مع المهندس محمد، اعتقد ممكن يكون بعتها لكم. حضرتك بص عليها، لو عندك اي حضرتك استفسار انا موجود مع حضراتكم طول الاسبوع، نقدر نتناقش او نقدر نبص على اي حاجه. المرجع هبعت لحضراتكم اللينك بتاعه تنزلوه، اعتقد ان هو هيفيد حضرتك سواء على مستوى الكورس ده او اي مستوى تاني. بشكر حضراتكم حضرات، وانا يعني ايه منتظر من حضراتكم لو حد عنده اي استفسار. تمام يا ماشي يا دكتور، تمام، باشمهندس، أي استفسار يا حضرات؟ شكرا، تمام. طيب باشمهندس محمد، باشمهندس أحمد، أي استفسار يا باشمهندس أحمد أو باشمهندس محمد؟ تمام يا دكتور، تمام، تمام. تسلم يا دكتور، تمام أتمنى إن أنا بإذنك. يعني أكون قدمت تمام معلومة كويسة النهاردة تناسب حضراتكم، وإن شاء الله يعني لو في أي استفسار المحاضرة الجاية أو قبلها ممكن إيه حضراتكم تتواصلوا معايا، وأنا تحت أمركم في أي وقت إن شاء الله، يعني إيه إذا كان في أي استفسار من حضراتكم. بشكر حضراتكم وحضراتكم، معلش طولت على معاكم النهارده، بس ان شاء الله بدايه من الاسبوع الجاي هيبقى الموضوع دكتور في احسن. حاجة بس، اتفضل. هو اه دكتور في بس نقطة لو صغيرة. دكتور طلع، انا موجود مع حضراتكم، انا موجود انا سامع. هو دكتور بس لو بعد كده هنشتغل زوم يا ريت كل واحد يعدي باسمه، لأن في أسامي كده أي ما كلام كده انا عشان الغياب. طلبت ده من الاول عشان بس الغياب حضرتك، احنا هناخد غياب لان الغياب عليه درجات، ومصطفى محمد ومصطفى احمد هياخدوا عليه غياب، فرجاء يعني في نكتب ناس الاسماء، كاتبة، مش يعني كاتبة نكتب الاسماء، اسمها. نكتب الاسماء مظبوط لو سمحت. طب في حاجة بس يا دكتور، وبعد ما نخلص ماشي الميتنج او ما نخلص المحاضره حضرتك غيره زي ما انت عايز، بس ساعه ما ندخل المحاضره لو سمحت احنا عايزين نكتب الاسم ثلاثي عشان نقدر ناخد سكرين شوت، لان المعهد هيحتاج ده، وخصوصا يعني باشمهندس احمد باشمهندس محمد يعني يا ريت ناخد سكرين شوت من حتى من الشاشه اللي هي بتاع الزوم كلها، بالاضافه للتسجيل ممكن ابعته تمام يا لحضراتكم، دكتور. بحيث لان الجوده عندكم هتحتاج، ويقول لك اه انت عامل محاضرات اونلاين، طب بالظبط، فين ما يثبت ان انت بعت عملت محاضرات اونلاين؟ تمام يا فندم، تمام. تمام. طب في حاجه انا يا دكتور؟ عندي اقتراح، لو انا اقدر ادي لحضراتكم المحاضره دي اخواننا الطلاب يبقوا موجودين في المعهد، وانا ادخل معاكم زوم طبعا بالنهار اثناء وجود في المعهد في يوم معين، انا ممكن اعملها مفيش مشاكل، وحضراتكم تسجلوها من عندكم، بحيث ان يعني هو بس الاستاذ اللي مش موجود ولكن الطلبه قاعده في قاعات المحاضرات لو حضراتكم عايزين، لو ده ممكن متاح، نفكر في لو ده كده مع متاح، بعض لو ده متاح في المعهد ما عنديش مشاكل. هنشوف يا فندم إن شاء الله، مفيش مشكلة.
انا راجع طيب من زملاء الطلاب يعني المهندسين يعني تفاعلوا معانا بشكل كويس. طبعا الترم ده انا ليا ظروف معينه كده فمش هقدر اكون متواجد مع حضراتكم في المعهد، كان نفسي ابقى متواجد لان انا بصراحه يعني التفاعل فيس تو فيس افضل بالنسبه لي من الاونلاين، لان طبعا في ناس بتشغل او بتدخل وبتروح تنام وتسيب الايه التفاعل، لكن ان شاء الله النهارده بس عشان الوقت مزنوق ومحتاجين نقضي وقت كتير، لكن المره الجايه هبدا بقى اقول المهندس المهندسه فيروز، المهندس احمد الحلو، المهندس محمد، لو سمحت ايه قول لنا احنا بنتكلم في ايه، عشان بس يعني انا مش عايز برضو ايه اقول الكاميرا ونفتح الكاميرا طول الوقت، يعني مش عايز برضو اضيع الناس، لكن حضرتك لازم تبقى متاح معايا. يعني المهندس مثلا يحيى خلاف او خلف، حضرتك قول لنا مثلا القصه الفلانيه دي بتتكلم عنها، فمن ان شاء الله بدايه المحاضره الجايه هنبدا يحصل تفاعل بينا عشان الموضوع ما يبقاش كله عليا، وحضرتك تبقى متابع معانا لان الموضوع محتاج ان حضرتك تستفيد منه ان شاء الله. انا بشكر يا المهندس. دكتور، اتفضل. هو الأربع الجاي هيبقى نفس الميعاد؟ لا احنا يعني هنحاول نظبط ميعاد بقى، بس الاسبوع ده كان عشان عندي ظروف في الشغل في المعهد كده عندي، لكن احنا ممكن نظبط ميعاد يوم الاثنين، نظبط ميعاد يوم الاربعاء، هنسأل مع المهندس محمد شريف والمهندس احمد، ولو في تغيير نقدر نبلغ بعض باي ميعاد تاني يعني. تمام يا دكتور، تمام. تمام. انا بشكر المهندس محمد يعني على تعبك معانا انت وحضرتك والمهندس احمد، واتمنى يعني ان انا يعني نكون ادينا المحاضره بشكل مناسب. الله يبارك. الاسئله اللي معايا ان شاء الله هرفعها على اليوتيوب على اي شانل، وابعتها لحضرتك برضو تاخدها معاك، بحيث ان لو طلبت من حضرتك في اي حاجه في الجوده تبقى ايه الحاجه موجوده يعني. بإذن الله، في إن شاء الله. برضو الناس يعني ايه بعد اذن الباشمهندس محمد والمهندس احمد هنحضر سكشننا في المعهد. المهندس احمد هيشرح لحضراتكم جزء هيبقى هنتفق معاه ان هو هيبقى فيه كويزز باستمرار، اللي انا مش هقدر اعمله اونلاين هو المهندس احمد ان شاء الله هيبقى، والمهندس محمد هيبقى ان شاء الله يعملوا معاكم هناك بالنسبه للامتحانات اللي هي الكويز والحاجات دي، عشان اعمال السنه محتاج ان حضرتك تدخل باعمال سنه كويسه عشان ان شاء الله امتحان الفاينل يبقى حضرتك ايه، انا ما عنديش مانع ان الناس كلها تجيب تقديرات، بس حضرتك ايه اجتهد والتزم معانا لو سمحت. اي استفسار يا حضرتك؟ شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، متشكرين يا باشمهندس احمد، متشكرين يا باشمهندس الله محمد، يخليك. وبنشكر الطلبه اللي يعني ايه اللي اهتموا وحضروا النهارده، وان شاء الله يعني ايه نلتقي بحضراتكم على خير ان شاء الله. استاذن حضراتكم ننهي المحاضره ونقفل. السلام عليكم. تمام يا دكتور، اتفضل. ماشي وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. ماشي.